احمد ابو سنينه جريح الاقصى. انا اتصابت السنه هذيك بالاقصى ب 25 رمضان ايام احداث الشيخ جراح. العيد هذا من بعد عيدين ما فرحتش فيهم، يعني العيد الصغير كنت بغيبوبه والعيد الكبير كنت تحت العلاج، ما افرحت عيلتي ولا فرحت بناتي الصغار. الحمد لله على كل شيء، يعني كل شيء في ده الاقصى، والحمد لله على كل شيء، يعني كل شيء في ده الاقصى. وكانت عندي يعني حاله مؤلمه بالنسبه للبنات انه ما يفرحوا ابوهم بالمستشفى، قلتها يعني نويت ان العيد هذا اعوضهم، وهيني جيت والله من الصبح افرحهم بالاقصى. ان شاء الله خير ينعاد عليهم. حينما ضيت عني قد قلت لي يوما تمني، فأملت ألا تخلو مني، أقتلت أم ما زلت حيا. سبح حبيب القلب إني لله كل رغم حزني، ألقاه في جنات عدني في موطن الفردوس نحيا. كل مرة نجي على الأقصى؟ طيب كل يوم بدنا نصير نجي.